بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله یا الله یا الله، یا مجیب دعوت المضطرین، یا کاشف کرب المکروبین، یا غیاث المستغیثین، یا صریخ المستصرخین، و یا من هو اقرب الی من حبل الورید، و یا من یحول بین المرء و قلبه، و یا من هو بالمنظر الاعلا و بالافق المبین، و یا من هو الرحمن الرحیم على العرش استوى، و یا من یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، و یا من لا یخفى علیه خافیه، یا من لا تشتبه علیه الاصوات، و یا من لا تغلطه الحاجات، و یا من لا یبرمه الحاح الملحی، یا مدرک کل فوت، و یا جامع کل شم، و یا بارئ النفوس بعد الموت، یا من هو کل یوم فی شم، یا قاضی الحاجات، یا منفس الکربات، یا معطی السؤلات، یا ولی الرغبات، یا کافی المهمات، یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منه شیء فی السماوات والارض. اسألک بحق محمد خاتم النبیین و علی امیر المؤمنین و بحق فاطمه بنت نبیک و بحق الحسن والحسین، فانی بهم توجه الیک فی مقامی هادا، و بهم توسل و بهم اتشفع الیک، و بحقهم اسألک و اقسم و اعظم علیک، و بالشأن الذی لهم عندک، و بالقدر الذی لهم عندک، و بالذی فضلتهم علی العالمین، و باسمک الذی جعلته عندهم، و بهی خصصتهم دون العالمین، و بهی ابنتهم و ابنت فضلهم من فضل العالمین، حتی فاق فضلهم فضل العالمین جمیعا. اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد، و ان تکشف عنی غمی و همی و کربی، و تکفین المهم من اموری، و تقضی عنی دینی، و تجیرنی من الفقر، و تجیرنی من الفاقه، و تغنینی عن المسألت للمخلوقی، و تکفینی هم من اخاف همه، و عسر من اخاف عسره، و حزونة من اخاف حزونة، و شر من اخاف شر، و مکر من اخاف مکر، و بغی من اخاف بغی، و جور من اخاف جور، و سلطان من اخاف سلطان، و کید من اخاف کید، و مقدرت من اخاف مقدرته علی، و ترد عنی کید الکید و مکر المکر. اللهم من ارادنی فارد، و من کادنی فکد، و اصرف عنی کیده و مکره و بأسه و امانیه، وامنعه عني كيف شئت وأنا شئت. اللهم اشغله عني بفقر لا تجبره، وببلاء لا تستره، وبفاقة لا تسدها،
و به سقم لا تعافی و ذل لا تعزه و به مسکنت لا تجبرها. اللهم اضرب بالذل نصب عيني وادخل عليه الفقر في منزله والعلة والسقم في بدنه حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له، وانسه ذكري كما انسيته ذكرك، وخذ عني بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جوارحه، وادخل عليه في جميع ذلك السوق، ولا تشفه حتى تجعل ذلك له شغلا شاغلا به عني وعن ذكري. واكفني يا كافي ما لا يكفي سواك، فإنك الكافي لا كافي سواك، ومفرج لا مفرج سواك، ومغيث لا مغيث سواك، وجار لا جار سواك، خاب من كان جاره سواك، ومغيثه سواك، ومفزعه إلى سواك، ومهربه إلى سواك، وملجأه إلى غيرك، ومنجاه من مخلوق غيرك. فأنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومهربي وملجئي ومنجاي، فبك استفتح وبك استنجح، وبمحمد وآل محمد أتوجه إليك وأتوسل وأتشفع. فأسألك يا الله يا الله يا الله، فلك الحمد ولك الشكر، وإليك المشتكى وأنت المستعان. فأسألك يا الله يا الله يا الله، بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي في مقامي هذا، كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه، وكفيته هول عدوه. فاكشف عني كما كشفت عن، وفرج عني كما فرجت عن، واكفني كما كفيته، واصرف عني هول ما أخاف هوله، ومؤونة ما أخاف مؤونته، وهم ما أخاف همه، بلا مؤونة على نفسي من ذلك. واصرفني بقضاء حوائجي وكفاية ما أهمني همه من أمر آخرتي ودنياي. يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله، عليكما مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكما، ولا فرق الله بيني وبينكما. اللهم أحيني حياة محمد وذريته، وأمتني مماتهم، وتوفني على ملتهم، واحشرني في زمرتهم،
ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله، أتيتكما زائرا ومتوسلا إلى الله ربي وربكما، ومتوجها إليه بكما، ومستشفعا بكما إلى الله تعالى في حاجتي هذا. فاشفعا لي فإن لكما عند الله المقام المحمود والجاه الوجيه والمنزل الرفيع والوسيلة. إني أنغلب عنكما منتظرا لتنجز الحاجة وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكما لي إلى الله في ذلك. فلا أخيب ولا يكون منقلبي منقلبا خائبا خاسرا، بل يكون منقلبي منقلبا راجحا، مفلحا منجحا، مستجابا بقضاء جميع حوائجي. وتشفعني إلى الله إن غلبت على ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مفوضا أمري إلى الله، ملجأ ظهري إلى الله، متوكلا على الله، وأقول حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعاه، ليس لي وراء الله وورائكم يا سادتي منتهى، ما شاء ربي كان وما لم يشأ لم يكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستودعكم الله، ولا جعله الله آخر العهد مني إليكما. إن صرفت يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولاه، وأنت يا أبا عبد الله يا سيدي، وسلامي عليكما متصل ما اتصل الليل والنهار، واصل ذلك إليكما غير محجوب عنكما. سلامي إن شاء الله، وأسأله بحقكما أن يشاء ذلك ويفعل، فإنه حميد مجيد. انقلبت يا سيدي عنكما تائبا حامدا لله، شاكرا راجيا للهجابة، غير آيس ولا قانط، آبا عائدا راجعا إلى زيارتكما، غير راغب عنكما ولا عن زيارتكما، بل راجع عائد إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا سادتي رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنيا، فلا خيبني الله ما رجوت وما أمنت في زيارتكما، إنه قريب مجيب.